عسلامة ريم. عسلامة ريم، عسلامة فاباراتشي. عسلامة هيجي. ريم عندك 13 سنة بعيد على قول عسلامة ساعة، شبيك ما سلمتش عليه؟ خاطر اللي يشكروا برشا ويضحكوا ما نحبهمش أنا، يقولوا عليهم قفيفة. وأنا قفيفة ما نحبهمش. خوفوكاسيون قديمة ياسر هذايا، سي با غراف. 13 سنة بعيدة على تونس وبعيدة على الفن، برشا نساوك وبرشا ما يعرفوكش بطبيعة، واليوم جاتك فرصة باش تتعدى معايا وترجع للضوء مرة أخرى. كيف ساعدك؟ كيف ساعدك والله كيف ساعدك؟ خاصة وانو دوسيتك برشا. ايه نبداو باللي نسميه أنا عركة بابلية. تعرف شو معناها عركة بابلية؟ أمشي. فما زوز أغاني معروفين برشا، ريم النكاتي تسمعهم، تعمل عليهم جو، تحفظهم، تعطي فيهم تسبقة باش تاخوهم، وترجع بعد مدة تلقاهم تسجلوا بزوز أصوات فنانين معروفين برشا. اليوم عندك الجرأة باش تقولنا أنيهم الأغاني المعروفين اللي كانوا باش يكونوا متاع ريم النكاتي وخذيهم فنانين أخرين، وشكونهم؟ وعلاش خذيوهم بعد ما انت عطيت تسبقة؟ في تونس ولا البرا من تونس؟ في تونس زوز أغاني معروفين. أي إن شاء الله مبروكين عليهم. أنيهم الأغاني؟ عاد انت تعرف، انت قول. أنا نعرف، أما نحبك تقول للجمهور. نعرف، أما نحبك تقول لي انت ديما تعرف. الحكاية صحيحة؟ صحيحة أي. أما هذه حاجة تصير في الوسط. أي تصير أي. تصير ما كي تصير أكثر من مرة تقلق هيدي. زوز أغاني خذاهم أصوات نسائية؟ أي. شنو ما الأغاني؟ كيف باش نقول على الأغاني باش. ما عادش بي، هي مكتوب راهي الأغنية في نهاية الأمر، يمكن يصبوها ستة ولا سبعة في استوديو، لكن تبات عند واحد. ما يسالش والله يا هيدي، لا داعي في ذكر الأسماء. إن شاء الله مبروك عليهم. الغلطة غلطة شكون؟ والله فما غلطة غلطة الشعر، وفما غلطة غلطة الفنانة أصرت معناتها أنها تعاود تغني، وأنا كنت نجم معناها نعمل مشكلة، ولا أنا ما نحبش المشاكل. لكن المنطق شو يقول؟ لما انا ندفع لك فلوس اي سي صار العقد، انتم تتعاملوا باوراق ولا تتعاملوا مجرد؟ ليه نتعاملوا بعقود، ولكن فما برشا مرات وتصير معناتها انه الغنيه هي بيدها تتباع لكذا شخص يعني. اي ما فما عقد اخلاقي، عقد اخلاقي كيف نعطيك الغنيه وناخذ على الاقل عربون سي اخلاقيا ما حدش نجم نعطيها لفنان اخر. هذيك ترجع لاخلاقيات الشاعر ولا الكاتب ولا الملحن، مساله شخصيه. سي نورمال، الفنانين معروفين اكثر منك واصواتهم خير منك. انا مانيش نرجسيه يا باباراتشي. انا ما نعرفش شكون خذاه. جيت في بلاصه الكاتب نعطيهم اليوم هما بطبيعه اغانيه باش تتعرف اكثر وتتغنى اكثر. ش عندهم يعملوا لي عند ريم النكاتي؟ الاغاني اللي خذوهم اصوات كبيره مهمه. اي صوت كبيره جدا. واحده من الفنانات هذوما مطربه تونسيه معروفه برشا، كانت علاقتك بها قويه، تخرجوا تسهروا تعملوا قعدات مع بعضكم. في سهره من السهرات الفنانه هذي عملت لك فضيحه وعركه كبيره قدام الناس الكل، وما خليت ما قالت لك ريم يا غدارة يا خوانة يا فكاكة الرجال، الليلة باش نفرج فيك تونس الكل. الشي اللي خليك هزيت روحك ودموع في عينيك وخرجت، شكوني الفنانة هذي وشنية السبب؟ نتصور توا باش تنتقم منها تنجم تقول اسمها. ما نحب ننتقم من حتى حد، من غير ما تظهر انك طيبه ومن غير ما تنتقم من حتى حد. انا ما نظهرش بالطيبه، انا فعلا طيبه. على خاطر الفنانه هذيا توصل تقول لك هكايا ما تقولوش الفنانه طيبه. اي تو انت كيف تعرف كل شيء؟ انا عملت حاجه خايبه ولا ايه؟
خليك معايا لحظة بابارازي. نعم هيدي صارت الحكاية. اي صارت. اي معقول زوز فنانات واحدة من عائلة فنية كبيرة برشا وفنانة أخرى أقل كبيرة اي نوصلوا للمستوى هذا؟ اي علاش؟ والله خاطر هي وقتها كان معاها شخص ممكن يعني شخص تربطها بعلاقة شخصية والسيدة ذي أعجب بصوتي وقعد معناتها ليلة كاملة هو يلاحق فيا يحب يكلمني هو حب يكلمني على أساس أنه حب ينتج لي وأنا رفضت باش نحكي معاه معناتها من باش نتفادى معناتها أنها هي تغير ولا تتقلق ولا فهمت كيفاش هو كان فقط إعجاب فني بيك هو أي إعجاب فني ما نعرفش كان إعجاب شخصي ما نعرفش أنا ديجا ما سمحتلوش باش يحكي معايا باش نخليه الراجل يعبر ولكن هي في عقاب السرية معناتها تغشت وتنرفزت وعملت سكاندال قدام الناس؟ اي الناس تتفرج؟ اي أنا بيدي تفاجأت شنيا كانت ردة فعلك؟ انسحبت مش روحت على روحي مكسورة؟ أكيد خاطر معناتها المستوى في الكلام كيف هبط تأسفت برشا اخترت صديقة؟ هي خسرتني الراجل هذايا بعد فترة خرج مع فنانة أخرى فنانة كانت معاك في برنامج طريق النجوم علاش ما عملتلهاش هكا المطربة كيما عملتلك ليك أنت؟ أما بعد رجع طلبت مني السماح هك قلت ما نسيتهاش الحكاية وخسرتك أي أكيد ما نجمش ننساها على خاطر يعني ماهيش حادثة تصير كل يوم إنه إنسان يعمل لك سكوندال قدام الناس الكيس تكسر ما عادش يرجع كيقبل كعب جيت فترة طلعت فيها لمصر قابلت برشا قامات في الميدان الفني عمار الشريعي الله يرحمه الموسيقار الكبير وانتي بحذاه يحافظ فيك في لحن يجيه تليفون من فنانة تونسية معروفة زيد تقول له كيفاش تتعامل مع نكرة وتطيح من قيمتك فك عليك منها ما يعرفها حد في تونس هذه زيدة مش باش تقول على اسمها نتصور نحات من قدامك مشروع كبير ليه ما نحاتش مشروع كبير خاطر الغنية سجلناها ولكن هي عطات فكرة خايبة لأنه بالحق الحادثة ذي صارت وانا وقتها بحضة أستاذ عمار الشريعي واتصلت الفنانة ذي وهو حط الأوبارلور هذي وسمعني يعني هو سألني عليها قبل قال لي شنو رايك في فلانة قلت له فنانة كبيرة سمعني كيفاش هي حكيت عليها بالخايب قالت له علاش ريم ناجاتي نكرة بدون تعليق برشا وراك حكيت كما هكا اي فهمتك توا كي قلت لي الوسط الفني او شبيه صعيب انا ما فهمتش على شنو هذوما ثلاثة اللي نحكيو عليهم من اكبر ومن اشهر المطربين التوانسة اللي عنا علاش يعملوا لك في هذا الكل؟ صراع أجيال؟ والله ممكن حسوا فيا حسوا اللي عندي ان بوتنسييل ممكن والله ما نعرف ومن بكري نسمع فيك مع هادي تحكي على الهجرة متاعك 13 سنة التالي واستنيت باش تكون صادقة أكثر لكن كيف العادة انت كذبت وما قلتش الحقيقة وخبيت سر كبير سر ما يعرفوه كان لقراب منك ريم النجاتي 2009 ما هجرتش لسويسرا أحرقت وعديت 5 سنين في باريس من غير أوراق متشردة هاربة حرقت
مستحيل. هي حرقت. بابارازي بابارازي باي باي، نتقابل الجمعة الجاية. وبربي اسألها شنو خدمتك يا حرقت. بابارازي يا حسرة على الفنانة. بابارازي باي باي. هيدي شنو هذه الحكاية؟ حرقت كيفاش؟ محتاجة تحرق؟ وقتها ايه؟ اش صار؟ اش صار؟ تعبت برشا. ايه تعبت، نجم تسافر؟ بالله عليك. انت مشيت باريس من الاول؟ اي مشيت باريس. كيفاش بالطياره؟ اي مشيت لسويسرا. اي كانت عندي حفلات، بعد عديت لباريس. اي قررت باش نقعد. وحرقت الفيزا نتاعك؟ اي. وداركم وعائلتك؟ شافوني مانيش مرتاحه هنا، قالوا لي انت كبيره واللي تحب تعملو اللي راه تحك باش تعملو عملو. قديش قعدت في سويسرا؟ في سويسرا قعدت حكايه 6 أشهر. غاليه سويسرا، اغلى من باريس برشا. كيفاش نجمت تعيش؟ خدمت. شو خدمت؟ دي بتي بولو كيما الناس الكل في سويسرا وفي باريس، معناتها سيرفوز، بيبي سيتر. اضطريت باش نخدم باش نجم نعيش. وين تعيش؟ آه وين تبيت؟ فما فترة كريت بوست لي، معناتها بيت نرقد فيها مع حد، وقت اللي فلوسي تسمح باش نكري ان شامبر دو بون، بيت صغيرة، معناتها زادة كريت. تعايشت مع الظروف. 5 سنين من غير اوراق؟ كيفاش تحوس عادي؟ تخدم عادي؟ الرعب عشتو. هي صعيبة برشا بلاش أوراق. زيد فسر لي اش معناتها الرعب عشتو؟ معناتها تمرض ما تنجمش تمشي تداوي. معناتها باش تاخذ أي وسيلة نقل، مترو ولا الكار، تخاف من كونترول. معناتها كاين انسان يعتدي عليك بالعنف لفظيا ولا جسديا، تخاف تمشي تشكي، ما عندك حتى حق، ماكش موجود. قديش قعدت ما روحتش لتونس؟ 8 سنين. 8 سنين ما عنقتش بوك والوالده؟ كيف كيف ما شفتهاش؟ وصلت ندمت اللي انت حرقت ولا ليه؟ ما ندمتش. حتى وانت من داخل تتوجع انك ما تنجمش تعنق بوك ولا امك؟ ما يلزك على المر كان لي امر منه هيدي. اللي انت في حاجة ظهرت لي امر من المر اللي كنت فيه. ولو نبدله من مثل شعبي نقول لك راك هربت من قطرة الفن تحت عند ميزاب. كيفاش خديت اوراقك؟ مشيت كل عام في ايطاليا يحلوا قانون اسمه فلوسي. المده اللي انا في باريس قعدت نخدم ولم في الفلوس. مش نجم نشري كونترا. كونترا دو ترافاي. تشري كونترا دو ترافاي. هي دونك شريتو الكونترا في ايطاليا؟ اي. قديش حق الكونترا وقتها؟ 5500 يورو.
مشيت من باريس مشيت لإيطاليا. إيه مشيت مشيت في ترينو. كيفاش كانت الرحلة؟ صعيبة صعيبة خاطر الرحلة معناتها وقت اللي حل القانون يعرفوا اللي القانون تحل معناها الناس الكل المقيمين معناتها الغير شرعيين في أوروبا الكلهم يتوجهوا لإيطاليا في الفترة ذيك باش يعملوا عقود و... ويولي وضعهم قانوني. ما تقوليش شدوك في الحدود؟ وقفونا في الحدود. وقفوك؟ صار؟ ولا حتى شيء إجراءات عادية معناتها ولكن السؤال اللي يوجع معناتها قال لي سيدي يكتب وأنا نصلح له. إيتي أكسنت أيغو هو عملها مش إيتي إتر أكسنت سيركونفليكس هو عملها أكسنت أيغو نصلح له أنا. Allez-y, si vous parlez aussi bien le français, pourquoi vous n'êtes pas resté chez vous en Tunisie? Parce que pendant plus que 50 ans, on était colonisé par la France. Athènes, c'est de... Mais le scotch. Mais tu n'as pas de la question de la question de la question de la question. Donc, je suis allé à l'Italie? Oui. Je suis allé à l'Italie? Oui. Tu es allé? Je suis allé. Tu es Roma? Oui. وكملت قرايتي كملت قرايتك اي في لا سابينتا وحبيت ترجع للفن اي